وبعدين راح نظل هيك محتاجين نشوف دنيا، محتاجين نشوف افلام، نشوف سينما، ما عندنا تذاكر غير شلون نشوف فيلم. يعني ترى نقدر نشتري او نحجز. شباب مكتوب لكم اربع تذكره سينما. والشامي ها انت من تفتح كيس الشاميه بنصه راح تلقى تذكره مجانيه. اوه هاي صدق الاستوريات شو هاي شنو هذول وين اختفوا؟ افتح وتعرف. هاي شبيك ما افتهمت؟ شامية السينما العراقية ويا كل شيء شامية تحصل تذكرة مجانية. بعد هي